عليكم. الاسم الحسين حامدي، خريج مسلك الإدارة التربوية فوج 2020-2022، مدير ثانوية الإعدادية أبو عينان الماريني بالعطف، دائرة دبدو، المديرية الإقليمية توريل. في إطار توسيع العرض المدرسي فقد تم إحداث هذه المؤسسة وبناؤها جديدة، وقد استقبلت تلاميذ جدد من جميع المناطق المجاورة للمؤسسة في إطار القانون الإطار 51-17 حول محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس، ثم العمل بمبدأ تكافؤ الفرص. قد استقبلت المؤسسة وبمناسبة حسب القرار الوزيري الوزير التربية الوطنية رقم 011-22 الصادر ب 28 يونيو 2022، فقد تم الالتحاق الأطر الإدارية التربوية بالمؤسسة الخميس 1 شتنبير، ثم أطر الإدارة التربوية 2 شتنبير، والانطلاقة الفعلية للموسم الدراسي كما هو محدد 2-5 شتنبير. وبالفعل بالنسبة للبنية التربوية المؤسسة، فإن المؤسسة استقبلت تلاميذ جدد عدد الإجمالي 130 تلميذ، منهم 61 إناث، كما تتوفر على القسم الداخلي لإيواء التلاميذ الذي طاق الاستيعاب ديالو القسم الداخلي 120 سرير، 80 سرير مخصصة للذكور و40 سرير مخصصة للإناث. وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار 51-17، فقد تم مبدأ التربية الدامجة، والمؤسسة تتوفر على حالة واحدة لذوي الاحتياجات الخاصة، وقد تقوم المؤسسة من أجل دمج هذه الحالة وإسعافها. وشكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.